في كمان ان احنا عايزين نروح لملف الجهود اللي بتقوم بيها الدولة بمختلف مؤسساتها لتحسين حياة المواطنين المصريين. في الإطار ده تم استكمال مبادرة رد الجميل، حيث تطلق مؤسسة حياة كريمة طاقة نور لبكرة، وهي قافلة طبية لعلاج مرضى العيون بالمجان، وده بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير. ومن المقرر أن يصل قطار القافلة إلى قرية جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج بكرة الجمعة إن شاء الله. ده طبعا بتوفير فرق طبية على أعلى مستوى لتقديم خدمات الكشف المجاني على المواطنين وصرف الأدوية ومتابعة الحالات الطبية اللازمة على مدار أسابيع حتى التأكد من الانتهاء من علاجها، وعمل النظارات الطبية وإجراء كل عمليات وجراحات العيون للأهالي بالمجان. ده طبعا بيجي في إطار بروتوكول التعاون ما بين مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة صناع الخير لاستكمال دعم محافظات مصر المختلفة والأكثر احتياجا وتلبية طبعا لنداء أهالينا في صعيد مصر.